مرحبا بكم من جديد أيها الرائعون، إليكم في هذا الفيديو أفضل أعشاب للتخسيس فتابعوني. لطالما دخلت الأعشاب الطبية في العديد من العلاجات وخاصة موضوع إنزال الوزن، بعضها ما أثبت نجاحها وبعضها نتيجة لسوء الاستخدام وقلة المعرفة كانت له آثاره السلبية على الجسم. نقدم لكم في هذا الفيديو أفضل أعشاب هامة للتخسيس. أولا القرفة، من الأمور الإيجابية والتي اشتهرت بها القرفة تأثيرها على الصحة، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن من فوائد القرفة أنها تؤدي إلى إبطاء سرعة الهضم وامتصاص الطعام في الأمعاء، مما قد يخفف من ارتفاع مستويات السكر في الدم، كما أنها تضيف نكهة حلوة إلى الأطعمة. آثارها الجانبية، على الرغم من أن استخدام القرفة قد يكون آمناً، إلا أنه في بعض الحالات والتناول المفرط لها قد يؤدي إلى هبوط ضغط الدم، كما وأنها قد تشكل خطورة على السيدة الحامل أو المرضع. ثانياً الجنزبيل، يحسن ويساعد على الهضم، فهو يحتوي على الإنزيمات التي تعمل كمحفزات للبروتينات لإفراز الإنزيمات الهاضمة وزيادة درجة حموضة المعدة. يستخدم لمنع الغثيان وخاصة غثيان الصباح عند الحامل. آثاره الجانبية، مع أن الجنزبيل يساعد على تخفيف الغثيان، إلا أن تناول الكثير منه قد يسبب الغثيان. ثالثا الشاي الأخضر، لطالما اشتهر الشاي الأخضر بأنه رقم واحد في أعشاب التخسيس، ومعظم الأبحاث أثبتت دوره وتأثيره السريع وتعزيز عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم. آثاره الجانبية، يخفف احتباس المياه، فهو مضر للبول ويحتوي على الكافيين، ولهذا قد لا ينصح به لمن يعاني من الجفاف أو مرضى ضغط الدم. رابعاً بذور الكتان، تحتوي بذور الكتان على كمية عالية من الألياف وكمية منخفضة من الكربوهيدرات، ومن هنا أصبحت تندرج من أعشاب التخسيس. كنتم مع زينب مصطفى وبرنامج الصحة والجمال، شكرا للمتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه.